عشرة أخبار الخامسة والنصف وفيها بعد لحظات. في الكافة المجتمع المدني يتفاعل مع قضية تزويج فتاة قاصر لشاب واقعها ومطالبة بإبطال عقد الزواج. تواصل غلق معبر السجدير الأسبوع الثالث على التوالي والمطالب التنموية تراوح مكانها. ومشروع نموذجي في تربية الأسماك بتطاوين مبادرات فردية تؤهل الجهة لتكون قاطرة تنموية. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم. نظمت عدة جمعيات ومنظمات بالكاف وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة للتنديد بما وصفوه بالقرار الجائر الذي اتخذته المحكمة والقاضي بالسماح بإبرام عقد زواج بين فتاة قاصر عمرها 13 سنة وشاب يبلغ من العمر 20 سنة وذلك بعد مواقعتها. ورفع المحتجون شعارات تنادي بتجريم كل أشكال الاعتداء الجنسي ومراجعة النصوص القانونية في اتجاه تشديد العقاب في مثل هذه الجرائم. أمام المحكمة الابتدائية بالكاف تجمع عدد من الناشطين في المجتمع المدني للتعبير عن رفضهم للقرار القاضي بالسماح لقاصر بالزواج بعد مواقعتها من طرف شاب في العقد الثاني من العمر. فما أخصائيين نفسانيين، فما مشرعين، فما معاهدات دولية نحن مصحين عليها اللي هي ضد القانون هذايا في حد ذاته، اللي تتوج فما محامين حكوا قالوا لي القاضي كان ينجم يستنجد بالمعاهدات الدولية في بلاصة أنه يطبق القانون هذا. وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أكد أن المحكمة أصدرت قرارها حسب فصول المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية مراعاة لحالة الحمل الموثقة ضمن شهادة طبية. السند القانوني الذي بمقتضاه تم تمكين القاصر من الزواج بالمعتدي عليها هو 227 مكرر من المجلة الجزائية. يجب نعرف احنا لهنا ان ما تعرضت اليه البنت ليس من باب الاغتصاب بل في باب مواقعة انثى برضاها، وهذا يخول سيد رئيس المحكمة بشعط اذن بالزواج على معنى الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية. سبب الخطير عدل هنا هو ان البنت حامل في شهرها الثاني. هذه الحادثة التي جدت بإحدى المناطق الريفية كشفت حسب إدارة حماية الطفولة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف عدد من القوانين وخاصة ذات العلاقة بالطفولة. الحادثة هذه إن شاء الله تثير أكثر تفعيل وإلا وعي لكل متدخلين ومجلس نواب الشعب على أساس أنه يترفع القانون هذا ويتم تنقيحه ويتم إلغاءه وتغييره بما يمكن أن يؤمن للطفل المصلحة الفضلة له. معناش تحفظ على القانون هذا، نحن نطالب بإلغاءه جملة وتفصيلة. مشكلتنا احنا مش مشكلة مع القضاء، المشكلة مع القانون في حد ذاته. هذا وكانت المحكمة الابتدائية بالكاف قد سمحت لقاصر في 13 من عمرها بالزواج ليثير هذا القرار ردود فعل واسعة. كما أكد وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي بها شكري الماجي أنه سيتم قريبا رفع قضية لدى قاضي الأسرة لإبطال عقد الزواج المبرم والطعن في هذا القرار، مبينا أن رفع هذه القضية سيتم بالتنسيق بين النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة بالجهة. ووضح الماجي أن النيابة قد اتصلت بالعائلة وأذنت بعدم الحاق الطفلة بمنزل الزوج لحين الحسم في النزاع. كما نفذ عدد من مكونات المجتمع المدني اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب ببردو مطالبين بإلغاء الفصل 227 من المجلة الجزائية والذي يسمح بتزويج الفتيات ضحايا الاغتصاب من المعتدين عليهن وداعين إلى معاقبة الجنات. ورفع المحتجون خلال الوقفة التي نفذوها شعارات تجرم الاغتصاب وتندد بالإفلات من العقاب. في القصرين تتواصل ردود الأفعال حول قضية إيداع المستشارة القانونية بدائرة المحاسبات بقفصة مستشفى الأمراض العقلية لتواصل عائلة المعنية بالأمر مطالبتها بتسليمها ابنتها معتبرة أن ما تتعرض له مظلمة في حقها. وفي آخر المستجدات أفادت مراسلة الأخبار أنه تم إقرار رفع الإيواء عن المعنية من مستشفى الرازي مع التزام عائلتها بالمتابعة الصحية.
حالة من الاحتقان تشهدها ولاية القصرين إثر إيداعي المستشارة القانونية بدائرة المحاسبات بقفصة حسيب الحقي وهي أصيلة القصرين مستشفى الأمراض العقلية الرازي. عائلة المستشارة طالبت بتسليمها ابنتها مؤكدة أنها في حالة صحية جيدة ولا تستدعي هذا الإجراء المتسرع والغير مبرر حسب تعبيرها. نخدم في المدرسة الوطنية اللي دار بقصر. اي شنو اللي صار؟ النقاش بينها بين العوين. هبطت لتونس للإدارة العامة. ثلاثة أيام وهي تتفاوض هي وياهم بالنقاش. من بعد بخوها الزهر الرازي مع المغرب. فجأة هزوها الرازي. فجأة. خو العام مثلا ما جابوا لها زوز عوين وهزوها. نحكي على التعذيب اللي عاملينه هما تو. وين عاملينه؟ عاملينه في الرازي. التعذيب اللي عاملينه والإنسان صحيح لبس. وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة فإن بعض الإشكالات والضغوطات بدائرة المحاسبات بقفصة بحسب العائلة مورست على المستشارة وطالبت العائلة بفتح تحقيق جدية وكشف الملابسات الحقيقية لمثل هذا الإجراء. حسيبة شدت بريف على زوز قضاة في تونس خدمت في قفصة وخدمت في تونس لكن الجماعة ذوما هي ما عندش عليهم حتى سلطة. هي كي عملت عريضة كي قدمتها في المحكمة وهم عرضوا لها من غاديك. فهمتني؟ هذاك علاش يعني تهمها اللي هي عندها كما نقولوا نحن عندها حساب عندها كذا تشنج. المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات والمكتب التنفيذية أوضح في بيان مشترك لهما أنهما يتابعان الوقائع التي جدت بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات وأكد أن المسألة تتعلق بوضعية إنسانية وصحية اقتضت توفير العناية اللازمة للمستشارة القانونية حسيب الحقي. أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل غازي يجريبي. وهنأ قايد سبسي في كلمة بالمناسبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مشددا على أهمية هذا الحدث في مسار استكمال تركيز بقية المؤسسات الدستورية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس التي جرت في 23 من أكتوبر في كامل تراب الجمهورية يوم 24 من نفس الشهر، في حين أنه تم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استيفاء الطعون في 14 من نوفمبر الفارط، بما يجعل تاريخ 14 من ديسمبر آخر أجل لتركيز هذه المؤسسة الدستورية. ويعد أداء اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس الجمهورية من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أول خطوة نحو تركيزه. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عقب قيامه بجملة من الاستنطاقات 11 بطاقة إيداع في شأن أشخاص يشتبه في إنشائهم خلية إرهابية في صفاقس، بعد أن تم حجز كمية كبيرة من المواد الأولية لصناعة المتفجرات على ذمتهم، وفق ما صرح به اليوم سفيان سليتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأضاف سليتي أن الخلية الإرهابية تتكون من 11 عنصرا ويتمثل عملها في تقديم الدعم اللوجستي والمادي للعناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار بالجبال التونسية عبر توفير مواد أولية في صناعة المتفجرات وإيصالها لهذه العناصر واعتماد ما يسمى بأسلوب الاحتطاب لتوفير الأموال. وأوضح أن الأبحاث أفضت إلى اعتزام هذه المجموعة القيام بأعمال نوعية داخل التراب التونسي بهدف إدخال البلاد في حالة فوضى والسعي للإطاحة بنظام الحكم، وأن الأبحاث ما تزال جارية على ذمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. قررت شركة النفط البريطانية بتروفاك اليوم إيقاف نشاطها بجزيرة قرقنة بسبب تجدد الاحتجاجات وتعطيل نشاطها من قبل عدد من المحتجين بالجزيرة الذين تقول الشركة أن لا علاقة لهم بها وبأنشطتها، وفق ما أفاد به مدير المسؤولية الاجتماعية بالشركة نبيل جنيفان الذي أوضح أن 5 من المحتجين يرفعون مطالب شخصية فيها ابتزاز ويمنعون منذ ما يزيد عن 14 يوما شاحنة الشركة من مغادرة الجزيرة ما نتج عنه تعطيل الانتاج على حد قوله. ونفى جنيفان خبر غلق المقر الاجتماعي للمؤسسة في تونس العاصمة واتخاذ قرار مغادرة البلاد في الوقت الراهن،
موضحا أن بتروفاك تحترم تعهداتها تجاه الدولة التونسية ولكنها في المقابل ترفض الابتزاز. وكانت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة الشيخ روحو أكدت من جهتها التعطيل الكلي لأنشطة الشركة، مؤكدة على هامش اللقاء التونسي الألماني حول الطاقة بتونس حصول هذا التوقف بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المجتمع المدني والحكومة والشركات البترولية لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم. ما تزال الحركة بمعبر سجدير الحدودي متوقفة بعد أن صعد المعتصمون بالطريق الرابطة بين بنقردان وراس الجير في احتجاجهم من خلال قطع حركة العبور أمام الليبيين في كلا الاتجاهين باستثناء الحالات الاستعجالية، منددين بما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم التنموية. يتواصل للأسبوع الثالث توقف الحركة التجارية وحركة المسافرين بمعبر راس جدير بعد أن صعد المعتصمون من احتجاجهم وقاموا بمنع عودة الليبيين إلى بلدهم عبر المعبر والسماح فقط للحالات الإنسانية بالمرور. طلب متمثلة اللي هي في المعاملة بالمثل من الجانب الليبي، كما تونس ألغت الضريبة نتاع 30 دينار نطالبوا في الطرف الليبي باش يلغي. الطلب الثاني اللي هو إعادة انسياب السلع من معبر الحدود براس جدير. عندما يغلق معبر راس جدير نتيجة احتجاجات اجتماعية أو أوضاع أمنية أو لأمور تخص الجانب الليبي لأيام أو حتى لشهور، فماذا يفعل أهل بنقردان في الأثناء؟ وما هو البديل التنموي الذي يغنيهم عن التجارة بالمعبر؟ معبر راس جدير يخدم في أكثر من 3 مليون تونسي بصفة مباشرة وغير مباشرة، وكل شيء مربوط به. معناها كي بنخدم رمى اللي باش يخدمك كي تبدا المعبر مسكر يقول لك خلينا نرتح توا شويه على المرمى، كي يبدا البديل ما هناش اشكاليه كبيره ياسر. واحنا نعانوا الاشكال كامل اللي نعانوا فيه ان التنميه ما هناش اصلا. اهم حاجه هي مطالبنا المشروعه اللي وعدنا بها مشاريع في منطقه بنقردان، المنطقه الصناعيه والمنطقه اللوجستيه فيما يخص بنقردان. هذه المشاريع التي تم الاعلان عنها في عده مناسبات عدد منها بدا تفعله. ثم في طور الانشاء ثم مصحة استشفائية على ملك أحد الخواص وهي مشروع صحي واد، كذلك ثم المؤسسات التجارية التي ذات الساعة التشغيلية المتوسطة من 15 إلى 25 موطن شغل. في بنقردان تطرح معادلة اقتصادية واجتماعية صعبة بين وعود تنموية ستجد طريقها للإنجاز في غضون سنوات ومطالب اجتماعية ملحة من أجل توفير لقمة عيش. استعرض وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني لدى لقائه اليوم مع رئيس الجمهورية الباجي قائد سبسي بقصر قرطاج آخر الاستعدادات لاجتماع وزراء الدفاع لمبادرة 5+5 والذي ستحتضنه العاصمة الجزائرية يوم الغد. كما صرح الحرشاني أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تمحور حول الوضع الأمني والمنظومة الدفاعية على الحدود بالإضافة إلى مستجدات التعاون الدولي مع البلدان الشقيقة والصديقة، خاصة في ميادين التدريب البحري المشترك والتكوين في مراقبة الحدود اعتمادا على التقنيات الحديثة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. تمكن العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد براس جدير في حدود الساعة 3 من صباح اليوم من إيقاف شخص اجتاز الحدود التونسية الليبية عبر الشاطئ. وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني أن الموقوف الذي لم يكن يحمل وثائق هوية أفاد بعد التحري معه أنه سنغالي الجنسية، فتم تسليمه إلى فرقة الحدود البرية بالشوشة. كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبولبة من ولاية المنستير مساء أمس من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه بصدد حفر نفق عمقه 8 أمتار يؤدي إلى المدينة القديمة بطبولبة، وذلك بعد نصب كمين محكم. وأشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية أن الموقوف اعترف أنه كان بصدد التنقيب والبحث عن الكنوز، كما تم حجز معدات حفر تتمثل في آلة ثاقبة ومعول وفأس ولديه، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به بعد مراجعتها ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها التنقيب عن الآثار بدون رخصة، كما أن الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أطراف القضية.
مثل الوضع العام بالبلاد ومتابعة الملفات الأمنية والاجتماعية محور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد سيبسي اليوم بقصر قرطاج برئيس الحكومة يوسف الشاهد. كما تطرق اللقاء حسب بلاغ رئاسة الجمهورية إلى الإصلاحات الاقتصادية المتصلة بتوفير المناخ الملائم لحسن تطبيق برنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية الدولة. كما تم استعراض آخر الإجراءات المتخذة لحسن متابعة نتائج مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 وتسهيل بعث المشاريع الكبرى خاصة في المناطق الداخلية. وفي تطاوين انطلق العمل في أول مشروع نموذجي مختص في تربية الأسماك بالمياه العذبة، مشروع رائد سيفتح المجال أمام الباحثين في هذا المجال بعد أن كان هذا النوع من الاستثمارات منسيا في المنطقة وغير معتمد. في سنوات مضت لم يكن ممكنا التفكير والحديث عن بعث مشروع لتربية الأسماك في المياه العذبة بتطاوين، لكن ذلك بات اليوم حقيقة بإطلاق أول مشروع نموذجي مختص في المنتجات البحرية في منطقة تنكت بتطاوين. ثم طلبات من الفلاحة متاع ولاية تطاوين على أساس عندهم مياه الري درجة الحرارة متاعهم مرتفعة شوية مع الملوحة منخفضة اللي هي يمكن نجم نعم فيها تربية البلطي بصفة طبيعية جدا، وإحنا قمنا بالتحليل متاع المياه هذه لقيناها صالحة انطلقنا وجبنا 5000 يرقة مع الأعلاف المصنعة اللي تكفي الحاجات هذه. يمكن المشروع هذا نموذجي وصغير شوية لكن هو كبداية متاع انطلاقة مشاريع أخرى. هذا المشروع الأول أنجز في سياق تدخلات عديد الأطراف وفرت له سبل النجاح حتى يكون قاطرة لإنجاز مشاريع مماثلة بالجهة. ومشروع نموذجي دونك وفرنا جميع الظروف اللازمة والمتابعة اللازمة للمشروع هذا. قمنا بالتعاقد مع الخبير في تربية الأسماك المتابعة والمرافقة الفنية للباعث هذا. بدنا ننجو فيه المشروع، درنا الخزانات، درنا السرسيون تاع المياه جت منظمة، ومع سي فتحي معنا يراقب في الوضع، معنا أمور مريقة إن شاء الله. مشروع أول يأمل الجميع في نجاحه حتى تستمر مثل هذه المبادرات النوعية لإحداث مواطن الشغل في جهة تطاوين والحد من نسب البطالة المرتفعة في الجهة. في تطاوين أيضا ينتظر عدد من قاطني حي الموظفين إجراء التفويت لصالحهم في عدد من المساكن لتجاوز وضعية عقارية عالقة منذ سنين والبدء في عملية صيانة لمنازلهم المتهالكة والتي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لهم ولعائلتهم. هذه الصور تنبئ بحال ما وصل إليه عدد من المساكن والبنايات فيما يعرف بحي الموظفين وسط مدينة تطاوين، حيث بدت هذه المساكن آلية للسقوط على ساكنها وتداعت جدرانها في ظل إشكالات تتعلق بصبغة عقارية لقاطنها. هي آلة للسقوط ديار هذه، آلة للسقوط هذه من بني من عهد فرنسا البني هذا. قدمنا شكايات فيه الموضوع هذا وكذا، وعدونا بالتفويت، معنا جميع الجهات الإدارية وعدونا بالتفويت فيها لصالحكم لصالح المتساكنين. وفينا شكون منها صلح يخاف على صغار وصلح شوية ولا رمم ولا حاجة كما يخاف على صغار، وفينا شكون يستنى في الوعود هذه. وبصراحة كي تصب المطر فما ندو فما والمينز وندو سرتو الصغار بصراحة نصورهم متخلقين يعني. المطلوب وزارة الدفاع تفوت فيها لأملاك الدولة، وملاك الدولة تعطيها للمواطنين. اللي يسكن في الدار تعطيها لا تقدرها لا هي تقدرها لا أرض، لأن هي تأهيل للطيح ما تقدرها السكن، تقدرها لا أرض وتعطيها لا. يولي الحي تبنى، مش عندها الناس الفوق حتى لو ناس ما عندهمش. البلدية مش متلفت لنا خلاص، وعندنا مشكلة الزقوات هذه، عندنا جي 12 ولا 10 ديار التوم ما حبوا شربتونا مع الزقوات. النيابة الخصوصية لبلدية تطاوين تؤكد التداعيات السلبية لإشكاليات الملكية العقارية لهذه المساكن على جودة الخدمات المقدمة بالحي أو المبرمج إنجازها مستقبلا. حي الموظفين صحيح هو حي متقدم جدا، بالنسبة للتدخل سوف يشمله التعبيد. عندنا مشكلة لوناس بحكم أنه مكان مرتفع، الحق ثم إشكال في
الفني في تزويد نهج أو نهجين بالربط باللوناس. جو من مصالح مملكة دولة الدور هذه أن تسندها لأصحابها أو تسندها لمصالح البلدية حتى تقوم بصيانتها. ومع ذلك يبقى الفصل النهائي للوضعية العقارية لهذه المساكن مطلبا ملحا لمختلف الأطراف من متساكنين وسلطات محلية. تشرع نقابة التعليم الأساسي والثانوي التابعتان للاتحاد العام التونسي للشغل ابتداء من الغد في تنفيذ إضراب إقليمي يشمل كل من ولايات القيروان والقصرين وسليانة وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئتين الإداريتين القطاعيتين المنعقدتين في الثاني والثالث من شهر ديسمبر الجاري، ولتأكيد التمسك بالمطالب التي دعا إليها المدرسون خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم 30 نوفمبر الماضي. وللتذكير فقد أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها أمس أنه تم صرف المنح المخولة لفئة كافة المدرسين بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومع العلم أن الوزارة قامت بتحويل الاعتمادات لفائدة بعض المندوبيات التي تأخرت في صرح في هذه المنحة الخاصة بالثلاثي الثالث. في جابس عبر عدد من أصحاب سيارات الأجرة اللواج عن تمسكهم بمطلب تغيير محطة النقل البري وتطويرها. المعنيون يرون في المحطة الحالية عائقا حقيقيا أمام عملهم وإشكالا يهم المدينة ككل. غصت محطة النقل البري بجابس بسيارات الأجرة وأصبح العمل فيها حسب تأكيد العديد من أصحاب هذه السيارات صعبا. سيارات ياسر لهنا والمحطة ضويقة علينا، كان ثمش حل نلقوش حل في بلاصة أوسع شوي. يعني ثم كراب تلقى ماش ملاقي حتى وين، ماش لاقي وين توقف، وبصريح العبارة ماهيش ما تليقش بالبلاد المحطة دي. طيب. العمل صعيب ياسر في المحطة، ومحطة ما عادش تليق بالوجهات. الوجهات احنا قاعدين نمشوا هنا في في, في تعالى، وكان جيت قبل الجمعة الثالي والزملاء الكل يشهدوا به، ما تلقاش وانت تمشي ببوط هنا، عبارة نمشوا في مستنقع نتاع محطة، مش محطة معناها مستنقع، وشوش والرغم وهي زيد من نتاع مياه الصرف هذه. أصحاب سيارات الأجرة والتاكسي بيّنوا أن هذه المحطة ليست في حجم مدينة جابس، وطلبوا ببناء محطة جديدة تتوفر فيها الظروف الملائمة للعمل. وضعية يعني مزري عندها سنوات، ورغم أن تم حسم موضوع معناها اختيار موقع لإحداث محطة نقل بري جديدة بجابس، وتم إقراره في مجلس الجهوة بتاريخ 8 أكتوبر 2016، لكن إلى حد الآن ما وصل حتى تفويض رسمي من وزارة النقل للوكالة الفنية للنقل البري اللي هي مسؤولة على إنجاز المشروع للانطلاق الفعلي في تسديد هذا المشروع. معناها مش عارفين العطالة وين متعطل، سواء على مستوى جهة أو على مستوى مركزي، لتتحمل كل الناس معناها مسؤولياتها، وليتم معناها الإسراع بإنجاز هذا المشروع، لأن معاش ممكن نتحمل وضعية كما هذه. في ولاية جابس تتعدد إشكاليات النقل، وملف محطة النقل البري يأتي في مقدمة هذه الإشكاليات. تستعد مدينة سيدي بوزيد لإحياء الذكرى السادسة لاندلاع الثورة التونسية، حيث تجري الاستعدادات حثيثة لتنظيم مهرجان ستتنوع فعالياته بين ندوات فكرية وأخرى اقتصادية وعروض فنية تهم الشباب والأطفال. وسيحضر هذا المهرجان عدد من الوفود العربية والأجنبية في عديد المجالات. الدورة السادسة لذكرى 17 ديسمبر هي ندوة فكرية باش تكون حول الشباب بعد الثورة، وكذلك ندوة اقتصادية اقتصادنا بعد 6 سنوات من الثورة. هناك تقريبا 21 عرض فني ما بين عروض تهم الأطفال والشباب، وكذلك هناك ضيوف من الخارج، هناك فقرات ستؤثثها فنانين من الخارج. نصف الماراثون باش يكون يوم الأحد في الختام. الوفود الأجنبية عندنا ضيوف من فلسطين، من بلجيكا، من كندا، كذلك من الجزائر، من المغرب، هناك عدائين كذلك في الماراثون من فرنسا. هذا تقريبا تكتسي طابع دولي بالفعل، يعني هناك فنانين، هناك رسامين، هناك مفكرين باش يجونا من الخارج بحول الله. سواء الرسمي نحن ننتظر في زيارة السيد رئيس الحكومة، ووفد من الوزراء يكون مرافق ليه. تم دعوة جميع الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب.
أهدى عدد من الباحثين والأساتذة أرشيفاتهم الخاصة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار حسن التصرف في الوثائق الإلكترونية ضمان لنجاح الإدارة الاتصالية. ونظمت مؤسسة الأرشيف الوطني صباح اليوم بمقرها المركزي بالعاصمة يوما احتفاليا كرمت خلاله مجموعة الأساتذة والباحثين الذي منحوا المؤسسة أرشيفاتهم الخاصة. غادي نشهد كل عام تطورات تكنولوجية يعني في خصوص التوثيق، وبذلك يعني الأرشيف الوطني يكون يزمه يسير الرقمنة هذه ويحاول يكون يمشي معها في إطار يعني حفظ الذاكرة الوطنية وحفظ كل ما الأعمال الهامة اللي تقوم بها الإدارة أو يعني الأعمال والأرشيف الخاص اللي تقدم به وتبرع به العائلات لمؤسسة الأرشيف الوطني. حسن التصرف في الوثائق هو حسن التصرف في المعلومات، وحسن التصرف في المعلومات يعني إدارة ناجعة، إدارة فعالة، إدارة تستجيب لحاجيات المواطن وتكون سند للتنمية. وبطبيعة الحال بعد ذلك يتم جمع هذه الوثائق ولو في البئر الإلكترونية لتكون سند للذاكرة الوطنية ولفهم ماضي تونس. عن التاريخ اللي عشته أكثر من 50 عام، ورأيت من الصالح كأنه هالوثائق هذه تكون في محفوظة تصلح الأجيال القادمة. ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. المجتمع المدني بالكاف يتفاعل مع قضية تزويج فتاة قاصر لشاب واقعها ومطالبة بإبطال عقد الزواج. تواصل غلق معبر سجدير الأسبوع الثالث على التوالي والمطالب التنموية تراوح مكانها. ومشروع نموذجي في تربية الأسماك بتطاوين، مبادرة فردية تؤهل الجهة لتكون قاطرة تنموية. نشكر حسن متابعتكم، في أمان الله وإلى اللقاء.